القوى الوطنية والإسلامية هي وأبناء شعبنا من حرية التنقل والصرف والسفر حيث تحتاج الأمور والأمن. نقف اليوم أمام الأمم المتحدة في غزة لنرسل رسالة واضحة بضرورة الإصرار بعودة الوطنية على الأرض. فاقم العدوان الأخير على قطاع غزة مما يفاقم الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لآلاف الأسر. الحية والاعتزاز والتقدير إلى رفاق الدرب في الجبهة الشعبية والمظلومين مطالبين بإنقاذ شعبنا. سبب الوقفة تستند إلى مسألتين أمام الأمم المتحدة. المسألة الأولى رفض خطة سيري ومطالبة الأمم المتحدة بالعمل انطلاقا من موقعها لوضع آليات أكثر تطوير بما يمكن من رفع الحصار ورفع الفيتو الإسرائيلي على دخول مواد الإعمار وبما يمكن من تسريع دخولها حتى نعيد ما دمره الاحتلال. وثانيا مطالبة الأمم المتحدة بالعمل من خلال الأنروا على التسريع بترميم المنازل المدمرة وتأمين بدل مأوى للمهجرين في مراكز الإيواء.